يلا هنبدأ المحور التاني. المحور التاني بعنوان ايه؟ العالم من حولي. اول حاجة الفصل الاول. الفصل الاول بيقول عالمنا الطبيعي. عالمنا الطبيعي عنوان الدرس النهاردة اسمه فناء المدرسة. فناء المدرسة، لما نيجي ننزل الجاردن ونتعرف على ايه اللي موجود في فناء المدرسة، اول حاجة هنلاقي الكائنات الحية. واحنا عارفين قبل كده ايه هي الكائنات الحية؟ النبات والحيوان والانسان. تعال نشوف ايه في الكائنات الحية في فناء المدرسة. اول حاجة صورة عندنا الكلب. يلا نحط دايرة على صورة الكلب. طب في ايه تاني في فناء المدرسة؟ بنلاقي النبات والزرع، يبقى نحط دايرة على الزرع نبات. بعد كده الشجرة، ممكن ده من الكائنات الحية نحط عليه دائرة. بعد كده ممكن في ايه؟ في التلاميذ، منهم الانسان، يبقى الانسان ده من الكائنات الحية حط عليه دائرة. بنلاقي عصفورة جميلة طايرة على الشجر، يبقى الطيور من الكائنات الحية حط عليها دائرة. بعد كده الاشياء اللي غير حية اللي هي مبنى المدرسة والدراجة والكورة. نزهة في الطبيعة، عايزين نصنف الأشياء اللي موجودة معانا في الطبيعة. طيب هنقول أول حاجة الكائنات الحية. تعالى في الصورة اللي قبل كده هنصنف إيه هي الكائنات الحية. أول حاجة الكلب، أدي نمرة واحد. بعد كده الزهرة أو الوردة اتنين. الشجرة تلاتة. الإنسان أربعة. العصفورة اللي هو الطائر خمسة. يبقى هكتب إيه قدام كلمة حي؟ هكتب رقم خمسة. برافو حبايبي. طب نيجي نصنف الأشياء الغير حية. الأشياء الغير حية اللي عندنا احنا قلنا ايه؟ مبنى المدرسة، الدراجة، الكورة. كم حاجة دول؟ تلاتة. يلا نكتب تلاتة قدام غير حي. طيب تعال نشوف مين الأكبر، الخمسة ولا التلاتة؟ يبقى مين؟ الخمسة. يبقى نعمل دائرة حول رقم خمسة. هقول لدي عدد أكبر منين؟ من الحي. برافو عليك. تتبع أجزاء النبات. هنتبع أجزاء النبات وبعد كده إيه؟ هنلونه. يلا مع بعض نلون أجزاء النبات. أول حاجة هنلون إيه؟ الزهرة. بعد كده هنلون الساق. بعد كده الأوراق. آخر حاجة بقى هنلونها الجذور. طيب كل جزء من أجزاء النبات مكتوب معاه قدامه الكلمة بتاعته ناقصة الحرف الأول. أول جزء في النبات زهرة، إيه الحرف بتاعها اللي ناقص؟ حرف الزاي. حرف إيه؟ زاي. اكتب معايا حرف الزاي. بعد كده الجزء الثاني هو إيه؟ ساق. هو إيه؟ ساق. اكتب حرف السين ونوصله بحرف الألف. برافو حبايب. بعد كده الجزء اللي كده أوراق. إيه؟ أوراق. هنكتب حرف الألف. اخر جزء في النبات اللي هو بيثبت النبات في التربه اللي من تحت خالص اللي هو الجذور، اسمه ايه؟ جذور. يبقى ناقص حرف الجيم. اكتب حرف الجيم. بصمه اوراق الشجر. يعني ايه بصمه اوراق الشجر؟ يعني انا لما بدوس على حاجه بايدي بتعمل بصمه. طيب هنجيب ورقه شجر ونحطها مثلا تحت الصفحة ونمشي بالقلم الرصاص عليها. حرك القلم من قدام ومن الخلف بشويش خالص لغاية ما هتطلع معايا ورقة ايه؟ شجر. يبقى دي اسمها ايه؟ بصمة أوراق الشجر. النهاردة هنتعرف على حاجة جديدة. ايه هو الجزء الذي يحمل الماء الى اعلى في النبات؟ طب احنا هنعمل تجربة عشان نثبت، نشوف ايه الجزء اللي مسؤول عن اللي هو الماء يوصل لجميع اجزاء النبات. هنجيب 2 كوب ونضع في كل كوب ماء ونحضر نبات الكرفس. ونضع النبات في الكوب الاول اللي فيه ماء عادي. عند الكوب الثاني هنضع مادة لونها احمر. الكوب ده فيه نبات الكرفس وفيه مادة لونها احمر. نترك الكوب فترة مثلا يوم ونيجي نشوف المشاهدة. المشاهدة انا هشوف الكوب الاول اللي احنا سبناه قبل كده فيه مية عادية زي ما هو، النبات لونه ما تغيرش اللي هو نبات الكرفس.
طب الكوب الثاني هنلاقي النبات بقى لونه احمر. طب قول لي بقى ليه مس النبات بقى لونه احمر؟ لان في جزء مسؤول عن يوصل الماء لجميع اجزاء النبات فبقى لونه احمر. يعني الساق لما هو موضوع في الكوب اللي بيه ماده لونها احمر، الساق امتص الماء من الكوب وطلع لغايه وصل لغايه الاوراق والزهر. يبقى المسؤول عن الماء ان يوصل لجميع اجزاء النبات هو مين؟ الساق. يبقى تاني نشوف لما نسال بنقول ما الجزء الذي يحمل الماء الى اعلى في النبات؟ ايه هو حبايبي؟ ها مين؟ الساق. برافو. احتياجات النبات، احنا قلنا النبات كائن حي وليه احتياجات زيه زي الانسان بالظبط، بيحتاج لميه وبيحتاج لهواء وبيحتاج لغذاء. طيب في بنت عندنا صاحبتنا حلوه خالص اسمها ساره، ساره دي عندها نبات وبتهتم بيه خالص وبترعاه. طيب النبات ده ساره لازم اول حاجه بتعمل له ايه؟ لازم بتعرضه للهواء. بعد كده بيعمل ايه؟ النبات يحتاج لتربه يثبت الجذور فيها. وبيعمل ايه تاني؟ يحتاج لماء. يعني يوميا ساره بتجيب الميه وبتسقي النبات. والنبات بيتعرض مثلا لو انت عندك في البلكونه او في الجنينه لازم النبات يتعرض لاشعه الشمس. يبقى كده عايزين نعرف النبات بيحتاج لايه يا حبايبي؟ بيحتاج النبات اول حاجه التربه، تاني حاجه الهواء، تالت حاجه الماء، رابع حاجه اشعه الشمس. حاجة اسمها الفقاعات. الفقاعات دي كلنا طبعا عندنا احنا عارفين ان في لعبة بنلعب بيها اللي هي اللعبة اللي بنحط فيها الصابون السائل ده ونيجي ننفخ فيها فبتطلع زي بالونات هواء كده في الجو، كلنا اكيد عارفينها. تمام. طيب احنا هنطبق التجربة دي على اللي عندنا ايه، على نشوف ايه العضو المسؤول عن الحصول على الهواء. هنجيب حاجة كده فيها مية وننفخ فيها. يبقى هننفخ في الحاجة اللي فيها المدورة دي وفيها مية. اول ما هننفخ KG2 من بقنا هيطلع ايه من بقنا؟ هيطلع الهواء. الهواء ده هو اللي مسؤول عن ايه؟ خروج الفقاعات. يبقى ايه هو المسؤول عن خروج الفقاعات؟ الهواء. طيب عندنا احنا في نبات مثلا الصبح، انت لو نازل الصبح بدري هتلاقي نبات الشجر عليه فقاعات مية، عليه فقاعات ايه؟ ميه. دي هناخدها حبايبي لما نكبر، هو عباره عن الندى، يعني بتحول الهواء الى بخار ماء وبتبقى ايه؟ بتبقى عباره عن نقط ميه كده على ورقه الشجر. اجزاء النبات، عايزين نتعرف على اجزاء النبات. يلا بصوا معايا في الصورة اللي عندكم، كل صورة هنعمل نكتشف بقى، احنا الكتاب بتاعنا اسمه اكتشف، يبقى انت تكتشف لوحدك. ايه الجزء اللي بيساعد النبات في الحصول على الماء؟ دور كده على الجزء اللي مسؤول عن ايه؟ ان النبات يحصل على الماء اللي بيحتاجه. أول حاجة هنبص كده في النبات هنلاقي الساق. شايف الساق اللي هو عبارة عن ايه؟ حاجة طويلة كده رفيعة نحط عليها دايرة. برافو يا حبيبي. والصورة التانية برضو ندور فين الساق ده؟ اهو الحاجات اللي عبارة عن ايه؟ حاجات رفيعة طويلة لونها ابيض دي نحط عليها دايرة. تمام. وتحت برضو هندور على الجزء اللي مسؤول عن احتياج النبات الماء، هو ايه؟ الساق. اعمل عليه دايرة. وكذلك في الصورة الرابعة الاخيرة عندك النبات كامل في جذور وساق واوراق، حط دايرة على الجزء اللي هو الساق اللي مسؤول اللي بيوصل الميه لجميع اجزاء النبات. يلا نتعرف مع بعض النهارده حبايبي على حيوان جديد هنعرفه اسمه الدب البني. الدب البني ده ليه كل حيوان بيبقى له خصائص معينه. تعال نشوف خصائص الحيوان ده. الخصائص بتاعته، اول حاجه الدب ده بيعيش فين؟ انت بتشوفه في الشارع او بتشوفه جنبك في اي حته؟ لا، الدب ده الموطن بتاعه يعني المكان اللي بيعيش فيه اللي هو الغابة. الغابة دي عبارة عن ايه؟ فيها اشجار
كتيرة وصخور للتسلق، يعني هو ممكن يتسلق على ايه، على الاشجار او على الصخور العالية. طيب تعالى تاني نشوف ايه الخصائص بتاعته. نمرة واحد، الدب البني لديه فراء سميك، يبقى ايه اللي هي بنقول عليها الفروة دي، الدب البني لديه فراء سميك. نمرة اتنين، الدب البني لديه مخالب حادة اللي هي بتساعده في التسلق. نمرة تلاتة، الدب البني لديه أسنان قوية. طب الدب البني ده بيتمتع بإيه؟ بيتمتع بكل الحاجات اللي عنده دي اللي هي بتمكنه يتأقلم ويعيش في إيه؟ في الغابة. خصائص الحيوانات، تعال نشوف خصائص الحيوانات. الأول هنتعرف على الحيوانات الموجودة عندنا. أول صورة عندنا خدناها قبل كده اسمها ثعلب الفينك. تاني صورة اسمها الصقر. تالت صورة اسمه الفهد. رابع صورة عندنا اللي هو الديك. بعد كده الكلب والسمكة، النمر، وإيه تاني؟ الأسد. تعال نشوف إيه خصائص الحيوانات دي. هو بيقول لك قص الصور التي تعبر عن خصائص الحيوانات، أو صنف الصور في الصفحة التانية. يعني إيه نصنف؟ يعني كل حيوانات متشابهة في صفة واحدة، خصائصها واحدة، هنحطها نقصها ونلزقها جنب بعض. يعني إيه الحيوانات المتشابكة نشوفها في الحركة بالنسبة للحركة؟ أول حاجة هنتعرف على الصقر. الصقر الحركة بتاعته عبارة عن إيه؟ الأجنحة اللي هو بيطير بيها في الجو. طيب بعد كده ايه تاني عندنا؟ السمكة. السمكة بتتحرك ازاي في المية؟ بتحاول في حاجات بتساعدها على العوم في ايه؟ في المية. بعد كده الكلب، يبقى اللي هما حطيناهم تحت بند الحركة اللي هما الصقر والسمكة، والكلب بيمشي طبعا على رجليه او بيجري. طيب بالنسبة لتناول الطعام، ايه خصائص الحيوانات اللي بتتشابه مع بعض في تناول الطعام؟ الديك او الفرخة او الطيور بيتناولوا الطعام ببقهم. ايه تاني؟ الاسد برضو بيتناول الطعام. طيب من حيث الاختباء، تعال نشوف الحيوانات اللي بتتصف مع بعض من حيث الاختباء. الحيوان بيعمل لون جلده او جسمه بيبقى لون الطبيعة اللي عايش فيها. يعني مثلا لو الفهد هتلاقيه منقط كده اهو، يدي شبه زي ايه؟ الشجر اللي عايش وسطيه، كانه عايش وسط الشجره. فالفريسه ايه يعني ايه؟ ما يبقاش فريسه لاي حيوان مفترس، ما يشوفوش، فيبقى لون الطبيعه اللي هو المكان اللي عايش فيه. كذلك برضو النمر وهو ماشي كده في الغابه هتلاقي اللون الفراء بتاعته مماثله للون ايه؟ الغابه اللي ماشي فيها. وكذلك ثعلب الفينك ماشي مثلا تلاقي لونه مدي على اصفر، لون التراب او الرمله اللي قاعد فيها. بيقول لك ابتكر وارسم. عايزين نرسم كده حيوان ممكن انت تشوفه بيعيش في حديقة المدرسة. ايه حبايبي فكر كده لما بننزل الجاردن، ايه اللي بنلاقيه في حديقة المدرسة؟ بنلاقي قطة، بنلاقي قطة جميلة. يلا نبتكر ونرسم، نتخيل القطة لما بننزل الجاردن ونشوف القطة اللي في الجنينة ونرسمها. يلا يلا مع بعض حبايبي نرسم القطة. احنا هنقارن دلوقتي اكبر ام اصغر. انت معاك في البيت اخوك الكبير او اخوك الصغير، هنقارن بينهم من حيث الحجم والشكل. طيب كذلك برضو هنقارن بين النباتات. هنعمل دائرة حول النبات الاكبر حجما. عندنا ثلاثة من النبات، لسه نبات صغير بذرة ونبات متوسط ونبات كبير. فين النبات الكبير اكبر واحد فيهم اللي هو اول واحد؟ يلا حبايبي نحط دايرة عليه. برافو. طيب لما نمشي كده واحنا مسافرين على الطريق مثلا هنشوف شجر وزرع كتير في الطريق اللي بنسافر فيه. طيب في عندك شجر كبير
وفي حاجة صغيرة بقول عليها شجيرة، بقول عليها ايه؟ شجيرة. يبقى عندنا شجرة كبيرة والشجرة الصغيرة بقول عليها شجيرة. الصورة اللي بعد كده بيقول لك ارسم زهرة لونها ولونها، هيبقى لونها باللون ايه؟ الاحمر. وارسم زهرة كبيرة هنلونها باللون الاصفر. يبقى الزهرة الصغيرة نلونها باللون الاحمر والزهرة الكبيرة نلونها باللون الاصفر. الدرس بعنوان زائر من الفضاء. في قصة جميلة هنحكيها دلوقتي عن الزائر من الفضاء. كانت في حافلة ماشية طلع فوق الفضاء، وفي كائن فضائي. جه الكائن الفضائي بيجري كده، ملحقش فين الحافلة. طب عمل ايه الكائن الفضائي؟ فجأة كده بصينا لقينا الكائن الفضائي جه فين؟ في فصلنا. ايه ده، كائن فضائي موجود في فصلنا؟ طيب تعالوا نشوف الكائن الفضائي ده ماله، ايه احتياجاته. جه عندنا كان عطشان خالص، نزل عندنا ولقيناه في الفصل وبيقول انا عطشان. طيب جبنا مية للكائن الفضائي وشرب. طيب سأل الكائن الفضائي بقى ما هو الماء. طيب احنا عايزين نعرف الماء. الواحد لما يبقى عطشان بيبقى بيحتاج لايه؟ جسمه يحتاج الى الماء. طيب الماء ده، الماء ده من لما تيجي تستطعمه او كده تدوقه، ده يبقى هنستخدم فيه الحواس الخمسة. انت لما هتشرب الماء لقيتك نفسك ايه؟ ارتويت. يبقى الحواس الخمسة هنتعرف عليها. احنا خدنا حاسة السمع وحاسة الشم وحاسة التذوق وحاسة الابصار وحاسة اللمس. يلا حبايبي نسمع أغنية جميلة عن الحواس الخمسة. اضغطوا لايك وشاهدوا هذا الفيديو وهذا الفيديو، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك سبسكرايب ليصلكم جديدنا، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. عنوان درسنا النهاردة هو خريطة مصر. يعني ايه خريطة مصر؟ يعني انا بعمل رسم تخطيطي لمصر واشوف اماكن اللي موجودة بيها المية. طيب احنا لما نرسم مثلا رسم تخطيطي للخريطة هنعمل مكان البحار. طبعا البحر بيبقى كبير جدا، لكن انا هعمله بخطوط كده معينة هتبين لي ان ده البحر. اول حاجة من فوق هعمل ايه؟ البحر الابيض المتوسط. يبقى اماكن تواجد الماء على الخريطة هيكون فيها ايه؟ البحر الابيض المتوسط. في مكان تاني اللي هو البحر الاحمر، اللي هو البحر الاحمر. وايه تاني حاجة مهمة جدا لينا احنا المصريين اللي عايشين عليها؟ اللي هو نهر النيل، ده اللي فيه المية العذبة اللي هو سبب الحياة في مصر. يبقى اماكن تواجد الماء على الخريطة هي البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر ونهر النيل. يلا نلونهم حبايبي كلهم باللون الازرق او اللبني.
السماء في وقت النهار. السماء في وقت النهار، تعال نشوف ايه السماء بيبقى موجود فيها وقت الظهيرة، يعني وقت الظهر كده بتبقى الشمس ساطعة ويبقى فيها ممكن نلاقي فيه سحب. طيب لو انسان ماشي مثلا تحت في النهار كده في الظهر في الشمس، او بنت كده ماشية بتلاقي حاجة بتمشي معاها، كل ما تمشي بتمشي معاها، ده ايه هو ده؟ ده الظل. لما يبقى فيه الشمس ساطعة فوق تيجي بتعكس ايه؟ ظل الانسان بيمشي ماشي جنبها على الارض. طب عايزين نعرف نرسم الظل بتاعك، ارسم ظلي. يعني ممكن ترسم نفسك انت واقف في نصف الصفحة، وبعدين مكان الشمس تحتيها او عمودي كده هتلاقي الشمس فوقيك، وبعد كده هترسم الظل بالعرض. برافو حبايبي، يلا نرسم الظل. الانسان واقف الاول راسي، وبعد كده ارسمه انت ايه؟ افقي، يعني بالعرض ده، ولونه ممكن بالقلم الرصاص او اللون الاسود، ده هيكون الظل بتاعك. استكشاف السماء ليلا، تعال نكتشف السماء ليلا. ايه الاشكال اللي تراها في السماء بالليل؟ القمر ده ما بيبقاش قمر مدور كامل الشهر كله، فبممكن القمر اول حاجة في بداية الشهر بيبقى هلال صغير قوي قوي، ممكن ما تشوفوش، بعدين بيكبر شوية، وبعدين ممكن يبقى نص دايرة، وفي الآخر خالص القمر بيكتمل بيبقى دائرة كاملة. عايزين نرسم السماء بالليل. لو كل واحد بالليل كده طلع البلكونة وبص في السماء هيشوف فيها ايه؟ ممكن يلاقي نجوم وممكن يلاقي قمر. نرسم، شوف كم نجوم شفتها في السماء وارسمها، وتعالى نعد النجوم اللي رسمناها وترسم جنبيها القمر. كل واحد هيرسم حسب ايه؟ النجوم اللي شايفها. واحد يرسم خمسة، واحد يرسم أربعة. يلا حبايبي نرسم النجوم. عندنا درس الخرائط والصور. طيب عايزين نفرق ايه الاختلاف بين الخرائط والصور، وبرضو في تشابه بين الخرائط والصور. الخرائط دي قلنا رسم تخطيطي، يعني احنا بنرسم رسم تخطيطي للبحار والاماكن والمناطق والبلاد اللي احنا بنعيش فيها. لكن الصورة بترسمها بتظهر حقيقية طبيعية، يعني انت الصورة شايفها هي اللي انت صورتها. الخريطة دي عبارة عن رسم تخطيط. طيب ده الاختلاف. لكن ايه التشابه؟ التشابه ممكن انت لما تصور صورة فيها مكان فيه انهار او بحار هتلاقيها باللون اللبني، وكذلك برضو في الخريطة هيبقى متلونة باللون اللبني. اماكن نبات مثلا لونها اخضر هتلاقيها في الخريطة، وانت بتصورها برضو هتطلع النباتات كلها باللون الاخضر، ده اوجه التشابه. تعالى بقى حبايبي نتدرب على الخرائط. عايزين كأننا بنعمل خريطة، نحدد مواقع الأشياء اللي في الخريطة. أول حاجة عندنا مثلا في جدول، الجدول مكتوب من فوق المفتاح والناحية التانية الموقع. كلمة المفتاح دي يعني اسمها مفتاح الخريطة، يعني عندنا مثلا كرة حمراء. تعالى نشوف في الخريطة ايه الكرة الحمراء فيها كام؟ تلاتة. كام مربع؟ هتلاقي ايه؟ تلاتة مربعات، يبقى الكرة الحمراء فيها تلات مربعات. طيب تعالى ندور على حاجة تاني، قلم تلوين اصفر. قلم تلوين اصفر مكتوب كام في المربع؟ اتنين، يبقى كام؟ اتنين. تعالى نشوف حاجة تاني اللي هي مفاتيح الخريطة، فنجان اخضر. فنجان اخضر ده في المربع اللي مكتوب فيه رقم خمسة، يبقى كام؟ رقم خمسة. طيب بعد كده كتاب برتقالي. كتاب برتقالي مكتوب كام؟ تمن مربعات عندك في المربع، يبقى مكتوب ايه؟ تمانية. قبعة زرقاء.
قبعة زرقاء هتلاقي كام قبعة زرقاء مكتوبة عندك في المربع؟ 4. خريطة فناء مدرستنا. احنا عرفنا يعني ايه خريطة وعرفنا نصمم رسم تخطيطي للخريطة. تعالى نقعد كده ننزل ممكن واحنا في الجاردن نقعد مع بعض ونتأمل في الفناء ونرسم ايه اللي بنشوف واحنا في الجنينة في الفناء بتاع المدرسة. اول حاجة ممكن نرسم شجرة، طبعا في الجنينة بتاعت مدرسة بيبقى في شجرة. بعد كده ممكن نرسم مبنى المدرسة، نبص كده من فوق نلاقي المبنى المدرسة اللي فيه الفصول بتاعتنا. بعد كده ممكن نرسم ايه قطة، بتبقى تلاقي قطة في الفناء. اخر حاجة برضو بنشوفها الملعب. تمام حبايبي، برافو عليك. حديقتي، يعني ايه حديقتي؟ يعني الجنينة اللي انا بروحها او بقعد فيها او بنزل فيها في المدرسة. عايزين نستخدم الاشكال لرسم الحديقة. احنا اتعرفنا قبل كده على الاشكال الهندسية وعرفنا الدائرة والمربع والمستطيل. طيب هنرسم مثلا اول حاجة النباتات اللي في الجنينة، دي عبارة عن ايه النباتات في الجنينة. بعد كده هنرسم شجرة، وبعد كده زي الاشكال الهندسية لما اتعلمنا نرسم دائرة ممكن نرسم دائرة اللي هي ايه زي الشمس، ومبنى ممكن نرسم مبنى عبارة عن مثلث، الهيكل اللي فوق عبارة عن مثلث والمبنى هيبقى مستطيل، ونعمل الشبابيك مربعات والباب بتاع المبنى ده هيبقى ايه مستطيل. عنوان الدرس النهارده خطتنا. يعني ايه خطتنا؟ يعني نعمل خطة مثلا نرسم فيها فناء المدرسة. هنرسمه طبعا بطريقة جميلة، هنحدد مربع من فناء المدرسة ونكتب رقم المربع ده ايه تحت ايه رسمك اللي انت رسمته، ونحط الافكار ونرسم خطة جميلة. دي ممكن نعملها مع ماما في البيت.